أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، وإليكم أبرز العناوين. العربي الجديد اللندنية: مركز جرائم الحرب العراقي يكشف عن اعتقال ميليشيا مسلحة لمدنيين. أخبار الخليج البحرينية: الكاظمي يحمل رسالة من إيران إلى أمريكا. وفي تقرير للخليج الإماراتية: بولتون يكشف عن 3 مفاجآت يحضر لها ترامب في أكتوبر. من المقالات تكتب باهرة الشيخلي في العرب اللندنية: رحلة الكاظمي إلى ماما أمريكا. ويتساءل فيصل القاسم في القدس العربي: من فجر مرفأ بيروت؟ التفاصيل بعد لحظات. قالت صحيفة العرب اللندنية إن ساحات العراق لن تفرغ باغتيال الناشطين. ونقلت عن ناشطين عراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي قولهم إن اغتيال الناشط البارز في احتجاجات البصرة تحسين الشحماني رسالة ترهيب من الميليشيات للمتظاهرين، لكنهم مصرون على الاستمرار في ثورتهم. وكان الشحماني أحد الناشطين البارزين ضد النخبة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج. نقلت صحيفة المدى العراقية عن صحيفة المونيتر الأمريكية أن معتقلي التظاهرات غير مسجلين في قوائم السجون. وتؤكد دوناتيلا روفيرا مستشارة خلية معالجة الأزمات في منظمة العفو الدولية أن المغيبين ليسوا مقتصرين فقط على المشاركين بالاحتجاجات، بل هناك أشخاص آخرون تم اعتقالهم منذ سنوات من قبل قوات أمنية. قالت صحيفة العربي الجديد اللندنية إن مركز جرائم الحرب العراقي كشف عن اعتقال ميليشيا مسلحة لمدنيين عراقيين في مدينة الصقلاوية بمحافظة الأنبار ومناطق حزام بغداد، واعتقال عدد من المدنيين واقتيادهم إلى جهة مجهولة. ونبقى في العربي الجديد: زيارة قاآني لبغداد، هجمات الكاتيوشا وزيارة الكاظمي لواشنطن. وتضيف الصحيفة: هذه الزيارة هي الثالثة له منذ توليه خلفا لسليماني. ووفقا لمصادر سياسية، فإن قاآني التقى الكاظمي وقادة فصائل مسلحة مرتبطة بطهران وزعماء كتل سياسية، وعرض ما لديه من مخاوف بشأن زيارة الكاظمي لواشنطن، معتبرا أن أي نتيجة لملف القوات الأمريكية في العراق بغير خروجها لن تقبل به طهران. أكدت صحيفة الشرق الأوسط أن زيارة الكاظمي إلى واشنطن فيها ملفات ثقيلة وأمال متضاربة، ويأمل الكاظمي في تحقيق ولو اختراق جزئي في ملف الوجود الأمريكي في العراق نظرا للتعقيدات التي تحيط بهذا الملف. وفي ذات الشأن تؤكد صحيفة أخبار الخليج البحرينية أن الكاظمي يحمل رسالة من إيران إلى أمريكا تتضمن رغبة إيران في التخلي عن الميليشيات وعدم استخدام السلاح والمال السياسي للتأثير على الانتخابات العراقية المقبلة. عنونت صحيفة المراقب العراقي: تعيينات دون غطاء مالي، والكاظمي يضع حجر الأساس لأزمات ستنفجر بوجه الحكومات المقبلة، مشيرة إلى أن التعيينات التي تطلقها الحكومة لفئة دون أخرى هي عملية متناقضة تتبناها الحكومة كجزء من التخبطات التي وقعت بها، وهذه الظاهرة تشكل قنبلة موقوتة على الحكومة الحالية والحكومات التي تتبعها لعجز الموازنة. وفي تقرير للخليج الإماراتية: بولتون يكشف عن 3 مفاجآت يحضر لها ترامب في أكتوبر. ويقول المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جون بولتون: ما زال هناك نحو 3 أشهر حتى الانتخابات، ومن وجهة نظر السياسة الأمريكية فهذه فترة طويلة جدا، وهناك احتمال كبير لحدوث مفاجأة أكتوبر بإعلان السلام في شبه الجزيرة الكورية وإنهاء برنامج الأسلحة النووية وسحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان قبل حلول موعد الانتخابات. وقد يعلن ترامب أيضا الانسحاب من حلف شمال الأطلسي. أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
إلى زاوية مقالات، حيث تكتب باهرة الشيخ في العرب اللندنية رحلة الكاظمي إلى ماما أمريكا، وترى الكاتبة أن المضمون والنتائج قد أعدتهما واشنطن سلفا، والمسرحية السياسية ستجرى، ولن تسفر المفاوضات عن جديد، ولن يستولد الحوار إلا فأرا، ولذلك فإن الكاظمي لن يذهب لمفاوضات أو حوار، وإنما لسماع إملاءات من الجانب الأمريكي. ويتساءل جواد العطار في الزمان العراقية، هل تجرى الانتخابات في العام المقبل؟ ويضيف متسائلا، لماذا أقدم الكاظمي على هذه الخطوة؟ ولماذا هذا التوقيت البعيد جدا والذي لا يتفق أصلا مع كلمة انتخابات مبكرة؟ ويرى الكاتب أن إجراءها لا يتعدى عملية تخدير سرعان ما ينتهي مفعولها بمرور الوقت. أخيرا يتساءل فيصل القاسم في القدس العربي، من فجر مرفأ بيروت؟ يقول الكاتب، الخبراء يؤكدون أنه من المستحيل لأي كمية من النترات أن تنفجر بهذه السهولة وأن تحدث تأثيرا نوويا بالشكل الذي شاهدناه في مرفأ بيروت. ويكمل بالقول، أما حكاية السفينة المليئة بكميات هائلة من النترات والمتروكة في المرفأ منذ فترة طويلة، فهذه إحدى روايات التضليل والضحك على الذقون لإبعاد التهمة عن المجرمين الحقيقيين. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة من اسطنبول عبر سكايب الكاتب الصحفي مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. يسرنا متابعتكم للحوار. أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب عبر سكايب من اسطنبول بالكاتب الصحفي مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. مرحبا بك أستاذ مصطفى معنا إلى هذا الحوار. أهلا بكم، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام في هذا البرنامج. أهلا بك. لنبدأ أولا من صحيفة العرب اللندنية التي تقول إن ساحات العراق لن تفرغ باغتيال الناشطين، وإن اغتيال الناشط البارز في احتجاجات البصرة تحسين الشحماني هو رسالة ترهيب من الميليشيات للمتظاهرين. إذن كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة اغتيال الناشطين والمحتجين في العراق، ما الأسباب وراء ذلك برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. حقيقة منذ أن بدأت ثورة تشرين المباركة في الأول من تشرين الأول أكتوبر 2019، وأبناء هذه الثورة بل أبطالها في كل المحافظات الثائرة يعرفون أن هناك جبهة واسعة من العصابات الإرهابية متمثلة بالأجهزة الرسمية، سواء كانت أمنية أو عسكرية أو ميليشياوية، وبالأطراف المستوردة من جارة السوء ومنبع الإرهاب إيران عبر ميليشيات الحرس الثوري وغير ذلك من الميليشيات الإيرانية، سواء منها المحلية كما قلنا أو المستوردة من إيران. الجميع يعرف أنهم يواجهون، يعني أبناء هذه الثورة يعرفون جيدا أنهم يواجهون آلة الشر والقمع والإرهاب، وبالتالي عندما خرجوا في ابتداء من اليوم الأول للمظاهرات وتحولت هذه المظاهرات إلى ثورة شعبية حقيقية اشتركت فيها كل فئات المجتمع، رجالا ونساء، شيوخا، أطفالا أيضا، وعلى رقعة جغرافية واسعة، لم يكن هناك مجال للتراجع إطلاقا. هم أصلا يعني عندما بدأوا مشوارهم البطولي هذا كانوا على يقين بحتمية انتصارهم بعون الله من جهة، ومن جهة أخرى بأنهم لن يعودوا إلا بتحقيق هذا الانتصار الكبير على كل هذه العصابات الإرهابية التي دمرت العراق وارتهنت قراره وباعت حاضره ومستقبله وألغت ماضيه أيضا. طيب، صحيفة المدى العراقية نقلت عن صحيفة المونيتر الأمريكية أن معتقلي التظاهرات غير مسجلين في قوائم السجون
وذلك مثبت في تقارير مفوضية حقوق الإنسان. ما الغاية من عدم تسجيل المعتقلين في قوائم السجون؟ حقيقة هذا يعني أسلوب دنيء تتخذه أو تمارسه الميليشيات المتسلطة على العراق والمتحكمة فيه منذ سنوات طويلة. هم يخفون أسماء الذين يأسرونهم ويعتقلونهم خارج كل الضوابط وخارج كل القيم، وهم يخفونهم في معتقلات سرية، عمليات التغييب القسري، عمليات مستمرة لا تتعلق فقط بناشطي ثورة تشرين المباركة، وإنما بكل يعني العلامات المشرقة في تاريخ العراق المعاصر بالتصدي لقوات الاحتلال الأمريكي. هم كانوا يغيبون المقاومين الحقيقيين، هم كانوا أيضا يغيبون كل من يتصدى للاحتلال الإيراني، كل ناشط، كل صحفي، الكثير من الناشطين ومن الصحفيين ومن رموز المقاومة كما قلنا كان يجري اختطافهم وتغييبهم. ويعني تذكرون قبل أيام خرج رئيس وزراء المنطقة الخضراء مصطفى الكاظمي في زيارة إلى معتقل مطار المثنى في بغداد، وكان يعني كانت قاعة الاعتقال أو الاحتجاز تشع أنوارا و يعني مزودة بمكيفات الهواء، وكان المعتقلون أو المحتجزون فيها بكامل لياقتهم الصحية وبملابس نظيفة براقة جدا داهية. يعني هذا كانت حقيقة، هذه كانت مسرحية كبيرة يعني كشفت عورة هذا النظام. طيب لنتحول إلى صحيفة العربي الجديد اللندنية التي تقول إن مركز جرائم الحرب العراقي كشف عن اعتقال ميليشيا مسلحة لمدنيين عراقيين في ناحية الصقلاوية بمحافظة الأنبار، وكذلك في مناطق حزام بغداد. ما المراد من هكذا انتهاكات تقوم بها الميليشيات برأيك؟ هذه الانتهاكات أيضا هي مستمرة منذ نحو 17 سنة كما قلنا، وبعض هذه الجرائم ترتكب لأسباب طائفية، وبعضها يرتكب ل يعني طمس معالم بعض الجرائم أو بعض وأيضا محاولة للتأثير على امتداد الثورة العراقية في أماكن عديدة. وهذه الجرائم كما قلنا ترتكبها أجهزة السلطة الأمنية والعسكرية، وهي أجهزة مخترقة بالميليشيات بشكل كبير، أو ترتكبها الميليشيات الإرهابية بشكل مباشر. ونحن نذكر هناك جرائم في الصقلاوية وفي جرف الصخر وفي الفلوجة وفي عامرية الفلوجة، وطبعا في محافظات ديالى وصلاح الدين ومدن أخرى من محافظة الأنبار وهكذا. سيد مصطفى، نبقى أيضا في العربي الجديد اللندنية، هناك عنوان آخر حول زيارة قاآني لبغداد. تقول الصحيفة هجمات الكاتيوشا وزيارة الكاظمي لواشنطن، وهذه الزيارة هي الثالثة لقاآني إلى بغداد منذ توليه خلفا لسليماني. برأيك ماذا يريد قاآني من زياراته المتكررة لبغداد؟ هو المطلوب إدامة الاحتلال الإيراني للعراق. قاآني كما سليماني هو المفوض السامي الإيراني الذي يتولى شؤون العراق ويسيطر على القرار فيه، سواء كان هذا القرار رئاسي، وزاري، إداري، أمني، عسكري، برلماني، ميليشيات الحرس الثوري ومن خلال فيلق القدس وزعيم الجديد إسماعيل قاآني، هي من تتحكم بشؤون العراق، وبالتالي يعني يخضع لها العملاء في العراق سنة وشيعة، عربا وأكرادا، مسلمين ومسيحيين من عملاء إيران يخضعون لهذه الإملاءات التي يريد النظام الإيراني المحتل إدامتها في العراق، وترفضها طبعا الغالبية العظمى من شعب العراق، والتي عبرت عن هذا الموقف
بمواقف لا تخفى هالعيون، سواء في يعني او ابتداء من مظاهرات 25 شباط عام 2011، وبالمظاهرات والاعتصامات الواسعه في المناطق الغربيه والوسطى والشماليه من العراق. نعم، ننتقل لصحيفة الشرق الأوسط التي تؤكد أن زيارة الكاظمي إلى واشنطن فيها ملفات ثقيلة وآمال متضاربة. ترى الصحيفة أن الدوافع تتباين بشدة بين القوى السياسية العراقية بشأن تلك الملفات. ما طبيعة تلك الدوافع المتباينة بين القوى السياسية حول جدول زيارة الكاظمي إلى واشنطن؟ أنا لا أعتقد أن هناك كثيرا من التباين يعني الصارخ بين هذه المواقف. القوى السياسية كما تسمى في العراق، سواء يعني جميع القوى المشتركة في العملية السياسية، مشروع الاحتلال الأمريكي الإيراني للعراق، يعني خاضعة بشكل أو بآخر بدرجة أو بأخرى للإملاءات الإيرانية، وربما هي تطالب بإخراج القوات الأمريكية ليس من باب تحرير العراق كما يزعم، وإنما من باب فتح يعني فتح الباب بشكل كامل ونهائي لإحكام الاحتلال الإيراني للعراق على أن لا ينافسه المحتل الأمريكي. وبالتالي أي خلاف هو حول نسبة المشاركة الإيرانية والأمريكية في احتلال العراق. طيب، في ذات السياق يأمل الكاظمي في تحقيق ولو اختراق جزئي في ملف الوجود الأمريكي في العراق مع التعقيدات التي تحيط بهذا الملف. هل سيتحقق ذلك للكاظمي برأيك؟ لن يتحقق باعتقادي شيء في هذا المجال. الموضوع ليس يعني لا يعبر عنه بأمنيات ولا برغبات، وما لم يتفق المحتل الأمريكي والإيراني على تقاسم النفوذ في العراق وفي منطقة الخليج العربي وفي منطقة الشرق الأوسط أيضا، فلن يعني يخرج الأمريكان من العراق بناء على الرغبات الإيرانية. الإيرانيون يعرفون والأمريكان يعرفون أن الموضوع يتعلق بمدى ومستوى تقاسم النفوذ بين الطرفين الأمريكي والإيراني. نتحول إلى زاوية مقالات، حيث تكتب باهرة الشيخلي في العرب اللندنية رحلة الكاظمي إلى ماما أمريكا. ترى الكاتبة أن الكاظمي لن يذهب لمفاوضات أو حوار، وإنما لسماع إملاءات من الجانب الأمريكي. ما شكل وطبيعة الإملاءات الأمريكية للكاظمي هذه المرة؟ الولايات المتحدة تريد من الكاظمي ومن كل من يشغل هذا المنصب الآن، ما دام عدم حصول الاتفاق كما قلنا على النفوذ حجبه ومدياته بين الأمريكان والإيرانيين، تريد منه تحجيم الميليشيات المتحكمة بالعراق، تجفيف منابع تمويلها. وأنا أعتقد حتى لو كان الكاظمي راغبا في ذلك فلن يكون قادرا على ذلك، لأن يعني الميليشيات هي من تمسك بالنظام في بغداد، والكاظمي جاء وفق آليات هذا النظام الذي تتحكم به الميليشيات، والحقيقة يتحكم به المحتل الإيراني بشكل شبه كامل. وعليه فإن ما تطلبه الولايات المتحدة لن يكون له صدى كبير ما لم يعني تخرج السلطة في بغداد من آليات النظام الاحتلالي الذي تسيطر عليه إيران. في زاوية مقالات، يتساءل جواد العطار في صحيفة الزمان العراقية، هل تجرى الانتخابات في العام المقبل؟ الكاتب يرى أن إجراء الانتخابات المبكرة لا يتعدى عملية تخدير سرعان ما ينتهي مفعولها بمرور الوقت. هل هناك أمر مبيت وراء إعلان الانتخابات المبكرة برأيك؟ الأمر المبيت هو امتصاص غضب الثوار ومحاولة
يعني تحجيم نشاطاتهم ووقت ثورتهم، لكن أنا أعتقد أن الثوار وجميع الآن يعني تقريبا يعرف أو له هدف واحد، أن الانتخابات وفق هذه الآليات وفق هذه القواعد والقوانين وسيطرة الميليشيات لا تعني شيئا وليست هي هدف الثورة بالتأكيد. ننتقل إلى الشأن اللبناني. يتساءل فيصل القاسم في صحيفة القدس العربي من فجر مرفأ بيروت، ويرى الكاتب أن روايات التضليل والضحك على الذقون جاءت لإبعاد التهمة عن المجرمين الحقيقيين. برأيك من المتهم الحقيقي بتفجير مرفأ بيروت؟ المجرم الحقيقي الذي نفذ جريمة تفجير مرفأ بيروت هو الذي يسيطر على لبنان وعلى منافذه البحرية والجوية وعلى اتصالاته بشكل خاص منذ 7 أيار مايو عام 2008، حينما احتلت عصابات حزب الله الإرهابي يعني جميع هذه المنافذ البحرية والجوية، وسيطرت على عقد الاتصالات وسيطرت على القرار في لبنان. وبالتالي فإن من يتحكم بهذا البلد الجميل سابقا هو المنكوب حاليا، هو من يتحمل هذه المسؤولية. ولا شك أن رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الوزراء حسان دياب وهم جميعا ضمن مشروع يعني إيران وسوريا بشار الأسد وعصابات حزب الله كلهم يتحملون هذا المسؤولية عن هذا الانفجار المروع الرهيب. وأيضا باقي الفرقاء اللبنانيين الذين استسلموا لسلطة حزب الله ومارسوا عمليات الفساد وتخلوا عن واجباتهم تجاه لبنان وشعبه. نعم، في الشأن الدولي تقرير للخليج الإماراتية، بولتون يكشف عن 3 مفاجآت يحضر لها ترامب في أكتوبر، وقد يعلن انسحاب واشنطن من حلف شمال الأطلسي قبل الانتخابات. ما النتائج المتوقعة إذا ما انسحب ترامب من حلف شمال الأطلسي برأيك؟ يعني أنا أعتقد الآن حلف الناتو حلف شمال الأطلسي هو أقرب إلى الديكور منه إلى الفعل الحقيقي، وبالتالي انسحاب الولايات المتحدة منه يعني سيعجل بانهياره من جهة، وسيعزز قطبية الولايات المتحدة وسيطرتها على العالم وحدها لفترة من الزمن، ومحاولة لإضعاف الشركاء الأوروبيين وتركيا وهم شركاء جميعا في هذا الحلف يعني الذي لم يعد له أصلا يعني قيمة تذكر. نعم، في ختام الحوار أشكرك أستاذ مصطفى الشكر الجزيل لانضمامك إلينا من إسطنبول. لكم جزيل الشكر والتحية. كان معنا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب الصحفي مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. حتى نلتقيكم في حلقة مقبلة، لكم أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.